ما بعرف شو عم بيدور بعقلها. قديش بدك؟ هي شو القصة؟ شو ال... شفت انه غيرتك العمية هي اللي عم تخليك تتصرف هيك؟ تصرفي. زياد فقد اعصابه. اذا اعتقلناه لناصر معقول يقرر ما بقى يعترف. بدي احكي مع الضابط تبعك. وطي صوتك. اعرف ناصر نحن شو بنعمل؟ انت غدرت فيي زياد، انت عرضتني للخطر. خال بدي دفع الثمن غالي، كثير غالي. باسم فتح المعركة. بدك اياها حرب؟ فلتكن حرب. ودانيا وحدة بالمواجهة. ما تحطي ايدك علي. شو بتخبر؟ غيرتيني انا. بالسلم بالحرب رح تصيري ملكي وحياتي. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.